أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله في السراء والضراء وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى وأشهد أن وأركانه العظام الإيمان بالقضاء والقدر فكل شيء بقدر الله جل وعلا وبعلمه فأقدار الله جل وعلا فيها من الحكم ما لا يحصى ومن المصالح ما لا يجارى لأن القدر كصفة للرب وأفعاله والحمد لله على ما قضى به وأبرم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا اللهم ارحم الأموات وأعن الأحياء واجبر قلوبهم وعوضهم كل الخير فهو مبشر بأعلى الدرجات وأسنى المراتب قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له متفق عليه وإنه يا عباد الله كلما عظمت المصيبة عظم الأجر عند الله عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فله السخط رواه الترمذي وإسناده حسن بالصبر والرضا بالقضاء والقدر تهون المصائب وتسلو النفوس وتطمئن القلوب ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم من الحكم الربانية في وقوع المصائب والمحن أن الله جل وعلا يكفر بها عن العبد المسلم
يكفر بها عنه السيئات ويحط بها عنه الخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط بها عنه خطيئة. متفق عليه. وهل هناك أحد معصوم من الذنوب والسيئات؟ فما أعظمه من فوز حين يلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. متفق عليه. وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فاصبر أيها المسلم على قضاء الله وقدره، واعلم أن الله أعد لك عند المصيبة الخير الأوفى والعاقبة الحسنى. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. معاشر المؤمنين، إن الابتلاء بالمحن أعظم كاشف لحقيقة هذه الدنيا الفانية المليئة بالمكابد والمحن والنكد والتعب والهم والحزن. والله جعل الامتحان والابتلاء سنة من سننه الربانية الجامعة. والدار الآخرة هي النقية الخالصة للمتقين، جنة لا هم فيها ولا نصب. لامتحان نسأل الله جل وعلا من فضله. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالبصير في هذه الحياة من آثر الآخرة على الفانية، والموفق من جعل همه وغاية مقصده الدار الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أيها الناس، المصائب والمحن تعلم العباد أنهم ضعفاء عاجزون، وأن القوة لله جميعا. فحينئذ لا بد أن نأخذ منها دروسا لتعرفنا بحقيقتنا. فالعباد بحاجة ملحة للتذلل لله جل وعلا والانكسار له سبحانه والتضرع وتحقيق كمال التعبد لربهم سبحانه بالرغبة والارتجاء والطاعة. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله.